زي اللي جايبين بنزين وحاطين ومولعينه على اخر الامتحان. يعني مش عارف احنا نقدم عربي ولا نقدم انجليزي. يعني صح اسمي احمد بس مش احمد شوكي عشان احليك امتحان ابدا. كنت بدي ناوي افرح امي في الامتحان بس خلاص امي فيش تفرح السنه. يحسوا فيني، يحسوا باللي صار طول كرم، اللي مرت فيه طول كرم ما حدا مر فيه. الامتحان كان متوسط لصعوبة، وفي شو اسمه الامتحان برايش الفروق الفردية يعني، وكنا متوقعين يجيبوا في التعبير عن سيرة غزة بس مش جايبين سيرتها على غزة. والامتحان يعني كان في يعني في وقت بس بده تفكير. الامتحان كان بتقدر تقولي أقرب للصعب، متوسط أقرب للصعب. الأسئلة في منهن مباشرة، في منهن فيها لف ودوران. التعبير يعني زي ما بقولوا على اساس انه يجي عن غزه، بما انه في ظل الوضع اللي احنا بنعيش فيه، وضع الحرب والمعاناه اللي بيعيشوها اهل غزه، بس يعني ما جابوش شيء عن غزه. يعني الطلاب توقعوا انه يجيبوا شيء عن غزه على اساس انه خلينا نقول يقراوا مثلا مقاله عن غزه او شيء او عن الاحداث اللي بتصير، بس ما جابوش شيء. يعني استغربنا انه مش جاي شيء عن غزه، جابوا لنا تعبير عن التعاون. طب احنا هسه قاعدين فاضيين للتعاون، انا هسه بدنا نتعاون مع اهلنا في غزه. تعاون شو اللي جايبين لنا اياه؟ ولا عن المنشآت الصناعية والسلام المهنية؟ طب هذا هسه وقته؟ يعني المفروض الواحد يحكي عن غزة، يحكي عن اهله، يحكي عن اللي بصير فيهم. والله الامتحان يعني صعب في النهاية، صعب. يعني مش متوقع اسمع يعني كذا اقول لك جايبين زي اللي جايبين بنزين وحاطين ومولعينه على اخر الامتحان. يعني مش عارف احنا نقدم عربي ولا نقدم انجليزي. امتحان جدا صعب. التعبير اصعب من كل شيء. جابوا لنا شغلات من برا الكتاب وجابوا لنا كثير شغلات، انا مش فاهم يعني شو نقدم شو نسوي. هم مش جايين ليساعدونا، هم جايين ليمكتونا، يمكتوا اهالينا في المختصر نحكي لكم اياه يعني. فالله يوفق الجميع يا رب. كان امتحان سهل بس طويل، انهرنا واحنا نكتب صراحه. يعني كان طويل كثير وسهل، وان شاء الله كل ظبط. وهيك امتحان كان مش سهل كثير ولا صعب، يعني براعي فروق هيك وهيك، بس رغم انه يعني احنا عايشين وضع كثير صعب، رغم انه هيك التربيه ما بتراعي هذا الشيء بالمره. وامتحان بتكون زي من 8 اسئله وعلى 3 ساعات وغير التعبير، يعني بس انه هو كمان مراعي ومش مراعي لبعض الفروق الفرديه. الامتحان كثير صعب، وبراعيش اشياء يعني الطالب براعيش ولا شيء، والقواعد كانت صعبات كثير، والتعبير جايبه من جهنم جايبه. تعبير فش متجابه يعني عن غزة وإشي، بس بعيط شوي بس. هي الأسئلة في منها سهلة وفي منها صعبة، يعني لازم يراعوا بالتصليح. امتحان إحنا توقعنا إنه يجي أسهل، أنا درست واجتهدت، كنت بدي ناوي أفرح أمي في الامتحان بس خلاص أمي فش تفرح السنة، بس إن شاء الله منفرح. وهاد بس شمطونا شمط في الامتحانات، في الأسئلة جابوا أسئلة من برا الكتاب ومن كل شيء، آخر شيء بجيب لي تعبير من برا الكتاب ولا من مش عارف من وين جابوا. قسما بالله يعني أنتوا يا تربية أنا مش عارف من وين بتجيبوا الأسئلة. خلاص امتحان تقدريش تحكي عنه سهل ولا صعب، يعني متوسط الصعوبة، بس أسئلته كثيرة وطويل كثير. يعني صح اسمي أحمد بس مش أحمد شوكي عشان أحليك امتحان أبدا. يعني كان الامتحان من صعب لسهل، كان في أشياء صعبة وأشياء سهلة، كان في أشياء من برا الكتاب يعني إذا تحطها على فهمك. يعني هو مش برايش الفروق الفردية بالمرة، يعني مش كل شيء سهل، هذا مش كل شيء سهل ومش كل شيء صعب، يعني متوسط. فرق أدبية، وكان الامتحان يعني في أسئلة منها مش مفهومة بالضبط، وفي منهم كمان الفقرات اللي جايبينهم إياها من خارج الكتاب برضو مش مفهومة، في أسئلة منها برضو لا. الامتحان صعب كثير، يعني اللي فيه ضع دائرة كمان ضع دائرة مش من الكتاب فينا نحكي، وفي أشياء يعني القطعة الخارجية صعبة كثير مش سهلة برضو. الامتحان كان صعب، الفقرة الخارجية كانت أصعب من الفقرة الداخلية، وما راعوش ظروفنا. عم الامتحان صعب، أبصر من وين جايبين الأسئلة من المريخ، أبصر والله شكله غضبانين علينا وحياة المصحف، بكيت لصير مهندس بس بطلت أنا يعني الصراحة. الامتحان كان صراحة صعب، وفي أسئلة بكت سهلة زي أسئلة الدوائر، بكى في كثير منها دوائر صعبة وفي منها سهلة. القطعة الخارجية في صعبات شوي خصوصاً الشارع الخارجي، أما التعبير الصراحة شفته سهل. ليه الحمد لله، وصعب الأمانة طويل جداً، يعني اللي ما درس راحت عليه والله،
يعني طويل جدا. هو الامتحان صعوبته تكمن في مدته، انه جدا طويل، هو ابدا ابدا مش سهل. يعني الفقرات جايبين لي 6 فقرات، يعني ما تجيبوا الكتاب اسهل وخلص، يعني مش فاهم عنهم انا. والحمد لله يا شو بدنا نحكي، يعني الحمد لله رب العالمين. الامتحان صعب يعني، لا يراعى الفروق الفرديه، يعني جمله كان نفسي احكيها للامانه. امتحان صعب والله، اتمنى انهم يراعوا جدا في التصليح، يعني لا يجب ان يراعى في التصليح، لانه اذا ما راعى في التصليح يعني بيكون الوضع سيء جدا. الامتحان هذا يعني اقسم بالله الشيء الوحيد اللي متاكد عندي صح اسمي، انا اللي كاتب الامتحان هذا، انا نفسي اعرف. كان بصراحه صعب شوي ولازم في دقيق كثير. صعب معي، صعب بحكي لهم صعب. اليوم قدمنا امتحان عربي للفروع المهنيه، صراحه الامتحان كان من متوسط لصعب، يعني الامتحان كثير طويل، 4 صفحات، فيش سؤال بالكتاب مش جايبينه، كثير 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 طويل. التعبير راوغونا مش زي ما يعني كان محكي انه عن غزة او دور وسائل الاعلام، ايش ما لوش دخل السلام المهنية. وصراحة القطعة الخارجية كثير صعبة، كثير 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 صعبة، يعني مش عارف صراحة، امتحان طويل ومش سهل ابدا. ما كان لا يراعي ولا اشي، صعب جدا، ما يراعي الظروف اللي بنمر فيها احنا، يعني اصعب امتحان مرة على اخر 5 سنين، جدا صعب. كم منيح وبراعي الفروق الفرديه، بس القطعه الخارجيه بقى فيها شوي صعوبه. الامتحان كان طويل وهلا هو بشكل عام سهل، يعني متوسط مش سهل كثير، بس يعني ما كان في صعوبه كثير، ممكن في تركات كم شغله، بس انه كان منيح اجمالا. ويراعي الفروق الفرديه تبعتهم. والله كان صعب كثير الامتحان، يعني ان شاء الله امتحانات الثانيه ما تكونش زيه، عندنا كان اسهل منه بكثير، يعني ضربونا الامتحان كثير السنه العرب، يعني ان شاء الله الامتحان الباقيات تبكاش زيه، يعني زي هذا الامتحان، يعني ما كانش الامتحان اصلا راعي زي ما بيقولوا الفروق الفرديه، يعني اللي درس يعني بينجح، اللي درس يعني احتمال كبير، يعني احتمال ينجح، واللي ما درسش بالمره بسقط اكيد. يعني الامتحان بصراحه كان صعب، يعني في لف ودوران، يعني كنا متوقعين انه يجينا الاسئله اسهل من هيك، يعني اللي مر فيها طول كرم هي الظروف اللي مرت فيها ما حدا مر فيها، كنا براعوا الظروف الفرديه، والامتحان اجى صعب، يعني دور على الجواب الحق وقعد لفلف، مش عارف من وين بدك تجيب جواب، مش عارف. الامتحان اجى صعب كليا، يعني مش الواحد مش عارف شو يحكي، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، الواحد بس بيحكي هيك، يعني حسوا فيني، حسوا باللي صار طول كرم، اللي مرت فيه طول كرم ما حدا مر فيه. يعني بوجه كلمه لكم وللامتحانات الثانيه، سهلوا الامتحانات وراعوا الظروف، اعتبرونا مثل طلاب لكم، مثل ابنائكم. امتحان من صعب لمتوسط، في 5 دائره حسيت من العلمه، الفكرة الخارجية ولا لها دخل بالصناعة، التعبير موضوعه صعب، الإشي الوحيد الواضح في كل الصناعة الامتحان، الكل إشي الوحيد الواضح في الامتحان هني بس أسئلة الحفظ، غيره فيش إشي واضح بالمرة، حتى السخر من الفكرة كله صعب، ولا إشي واضح غير هيك. كان يعني كثير صعب بالنسبة للسنوات السابقة، يعني حليت أسئلة بس ما شفتش هيك أسئلة، والكل بشكي مش بس أنا، يعني جايبين شغلات إنه مش لازم تنجاب للصناعة خصوصا. الفرع التجاري شرف الامتحان، كثير كثير كان صعب، كثير ما راعوش الظروف اللي مرنا فيها، وخصوصا احنا كأهل مخيمات بالمرة ما راعوش، والوقت بكفيش، وكثير كثير صعب، كثير صعب، شرف كثير أكثر ما بتتخيله صعب. حتى الامتحان 2005 كان بالنسبة له مي، حتى صف هذا الولد صف بحله بشرف الامتحان، كثير صعب. الامتحان وسط يعني، بس يعني أنا شايفه سهل، في كم شغلة صعبة بس، يعني شوية دوائر تنتين في صعبات، بس الامتحان سهل. الظروف اللي مرينا فيها ولا إشي، يعني حتى التعبير مواضيع خارجة عن القاموس، إنه حتى توقعنا يجي إشي عن غزة، إحنا لازم نقعد نخترع ونجيب عن غزة، لا إحنا علماء ولا إحنا إشي، إحنا طلاب جايين نقرأ بدنا ننجح، يعني مش ضروري تقعد تصعب ما تصعب وتعمل شغلات صعبة، إحنا مش في الأخير إحنا طالب معنا كتاب لازم نقرأ الكتاب. خلاص يعني شكرا. محمد قاسم، فرع صناعة الكريم، امتحان العربي يعني بين سهل ومتوسط، صعب ومتوسط، يعني في اسئله بدنا نلعب كثير، في لاعبين فيها كثير.